القصة القصيرة جداً في الخليج العربي، وعنوان الجلسة النقاشية التي استضافها النادي الثقافي العربي في الشارقة كختام برنامج إصدارات دائرة الثقافة بحكومة الشارقة لشهر يوليو 2018، والتي تناولت كتاب القصة القصيرة جداً في الخليج العربي تأليف الإماراتية الدكتورة بديعة الهاشمي، والجلسة تعقيب الكاتب والناقد السوري إسلام بوشكير، وأدارها الناقد الدكتور أياد عبد المجيد، وذلك بحضور مجموعة من المثقفين والإعلاميين ومختلف أعضاء النادي. الكتاب في الأصل تتناول فيها موضوع القصة القصيرة جدا في إطارها الخليجي، من الخليج العربي. هذه التجربة، أبعاد هذه التجربة، تاريخها، تطورها، قضاياها، القضايا التي عالجتها القصة القصيرة جدا، ملامحها الفنية أيضا، يعني كان من النقاط المهمة التي عالجتها الرسالة. ما ميز العمل عموما أنه متوافر على أركان الدراسة المنهجية المنضبطة كما هو الحال في الدراسات الجامعية بشكل عام، إضافة إلى يعني بعض الاجتهادات الشخصية التي نلمحها هنا وهناك. استعرض الكاتب والناقد السوري إسلام بوشكير تاريخ الحركة النقدية في الإمارات وفق تصنيفه منذ نشأتها ووصولاً لمرحلتها الثالثة في أواخر الألفية الفائتة، والتي يندرج تحتها الكتاب، حيث يعد أطروحة جامعية تقدمت بها المؤلفة الدكتورة بديعة الهاشمي لنيل شهادة الدكتوراه وبإشراف من الأستاذ الدكتور محمد عيلان، لذلك توافرت فيه شروط الدقة والموضوعية وتحديد مساحة البحث وتصنيف المادة وسواها. ثم تناول المعقب بالطرح والتفسير والتحليل الفصول الأربعة للكتاب. هو كتاب أكاديمي نحى منحا أكاديمي، وكان منهجه في الحقيقة هو المنهج التاريخي الوصفي، ثم اعتمدت بعد ذلك منهجا آخر هو المنهج التاريخي والتحليلي أيضا. الجلسة النقاشية القصة القصيرة جدا في الخليج العربي، تعزيز للنقد البناء الهادف ورصد وتوثيق لأشكال الأدب المعاصر وحركته النقدية المصاحبة.